الحقيقة هم راحوا للنبي داود واتهموها بالزنا فعلا، بس مش مع شخص، لا مع كلب. حكاية النهاردة أعزائي المشاهدين من حكايات سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام، واللي بتبين عدل سيدنا داود وحرصه على عدم الظلم وحكمة وبعد نظر سيدنا سليمان عليه السلام. فصل على النبي وهات لك كوباية شاي كده وركز معايا علشان تعرف حكاية النهاردة بالتفصيل. بتبتدي القصة عند امرأة جميلة جدا من بني إسرائيل كانت عايشة أيام حكم النبي داود عليه السلام، والست دي تعرضت لمشكلة كبيرة قوي اضطرتها تروح للقاضي اللي أول ما شافها انبهر بجمالها وعرض عليها الجواز، بس هي قالت ان هي ما بتفكرش في الموضوع ده اصلا ومش حابة فكرة الجواز ده من اساسه. فالقاضي بقى من بجحته وقال لها فيما معناه طب ما نمشي مع بعض من غير جواز، وهنا الست زعلت جدا وقالت ان هي مش الست اللي تمشي في الزنا، وثابته وطلعت على رئيس الشرطة علشان يحاول يحل مشكلتها وكمان تشتكيله من وسخة القاضي واللي عمله معاها. بس بقى رئيس الشرطة ما طلعش يفرق كتير عن القاضي، وبرضه عرض على الست ان هو يرافقها في الحرام، فاتضايقت الست جدا وسابته وراحت لشهبندر التجار اللي هو يعني رئيس التجار بالمعنى العام كده، على امل ان هو يحل لها مشكلتها وكمان تشتكي له اللي حصل من القاضي ورئيس الشرطه وعلشان يحميها منهم. لكن اللي حصل معاهم مع الاسف بيتكرر برضه مع الشهبندر، وده اللي بيخلي الست تلجأ لحاجب الملك اللي هو حاجب النبي داود عليه السلام، بما انه مقرب من الملك فهيقدر انه يساعدها. لكن حتى ده كمان طلع مش كويس بالرغم من قربه من النبي داود، وبيعرض عليها نفس العرض القذر بتاع الشهبندر ورئيس الشرطة والقاضي، وبرضه بترفضه الست وبتقرر ان هي تقعد في بيتها وتلجأ لربنا عز وجل بعد ما فشلت كل الاسباب في انها تجيب لها حقها. لكن واضح جدا ان الاربعة دول كانوا اشرار ومستقويين بنفوذهم بطريقة غريبة، يعني الست معرفتش تاخد معاهم حق ولا باطل وسكتت. لكن هم بقى ما سكتوش وقرروا ان هم يدمروا الست دي، مش علشان حاجة اكتر من ان هي رفضتهم كازواج او عشاء. فاتجمعوا في مكان واظهروا حقدهم وغيظهم من الست الجميلة دي، واتفقوا على خطة ينهوا بيها على حياتها ويفضحوها، وهي من وجهة نظرهم تستحق الجزاء ده علشان هي رفضتهم. وكانت الخطة دي عبارة عن ان الاربعة يروحوا لسيدنا داود عليه السلام ويتهموا الست دي بالزنا. طب مين بقى الشخص اللي هيتهموه ان هو زنى معاها؟ الحقيقة هم راحوا للنبي داود واتهموها بالزنا فعلا، بس مش مع شخص، لا مع كلب. ايوه زي ما سمعتوا كده، الاربعه اتهموها ان هم شافوها بتمارس علاقه جنسيه مع كلب، مؤامره في منتهى الذكاء، اربع شهود وفي نفس الوقت اتهموا كلب مش شخص علشان ما يحاولش ينفي التهمه عن نفسه خوفا من الاعدام. يعني تقريبا مفيش منفذ تقدر بيه الست المظلومه دي ان هي تثبت براءتها، وبالفعل بيجيبها نبي الله داود وبيحكم عليها بالرجم لان مفيش اي دليل على انها ما عملتش كده، وبتتحبس بعد ده لحد ما يتم تنفيذ الحكم. وفي الوقت ده بقى رئيس الحرس الملكي بيلاحظ حاجة غريبة جدا في جنينة القصر بتاع سيدنا داود، وهي ان النبي سليمان عليه السلام اللي كان في الوقت ده طفل صغير وهو بيلعب مع الاطفال التانيين في القصر عمل حاجة غريبة جدا، وهو انه خلى اربعة من اصحابه الاطفال دول كل واحد فيهم يعمل دور واحد من الشهود الاربعة اللي كانوا في قضية الست المتهمة بالزنا مع الكلب، وخلى واحد من صحابه دول في دور الست نفسها، وبعدين قعد النبي سليمان يسمع شهادة الاطفال مع بعض، واللي عاملين ادوار الشهبندر ورئيس الشرطة والقاضي وحاجب الملك بخصوص زنا المرأة مع الكلب. وبعدها امر النبي سليمان باقي الاطفال اللي كانوا عاملين دور الحرس ان هم يخلوا كل شاهد لوحده، وبعدين استدعى النبي سليمان كل طفل عامل شاهد لوحده وسأل السؤال ده، ايه هو لون الكلب اللي كانت الست بتمارس معاه الزنا؟ فالطفل اللي كان عامل دور الشهبندر قال كان لونه اسود، وبعد كده سيدنا سليمان قال للي عاملين دور الحرس رجعوه مكانه. بعدها الطفل اللي عامل دور رئيس الشرطة لما سألوا النبي سليمان السؤال ده لوحده قال ان لونه كان ابيض، وعمل معاه زي ما عمل مع الشهبندر وده بعيد علشان محدش يسمع اجابة التاني، وزي ما عمل سيدنا سليمان مع اللي فاتوا عمل مع الطفل اللي عمل دور القاضي والطفل اللي عامل دور حاجب الملك، وكل طفل فيهم كان بيدي اجابة مختلفة عن الباقيين. وبعدها امر سيدنا سليمان بإدانة الشهود وبراءة الست من تهمة الزنا اللي لفقوها لها. ولما بتخلص المسرحية اللي تابعها رئيس الحرس بمنتهى التركيز
بيروح يحكي للنبي داود على كل اللي عمله ابنه سليمان عليه السلام، وهنا بيقرر سيدنا داود انه يطبق نفس اللي عمله ابنه سليمان علشان يعرف الحقيقة. فسيدنا داود بيستدعي القاضي والشهبندر ورئيس الشرطة وحاجب الملك ويسمع شهادتهم مع بعض، وبعد كده بيؤمر حرسه انه يخلي كل واحد لوحده، وجاب كل واحد وسأله عن لون الكلب اللي الست كانت بتمارس معاه الزنا من غير ما يسمعوا التانيين لانهم كانوا في اماكن متفرقة. وطبعا كل واحد فيهم قال اجابة مختلفة عن الباقيين اللي ما كانوش عارفين زمايلهم قالوا ايه، لان بعد ما كل واحد كان بيقول اجابته للنبي داود عليه السلام كان بيرجعوا الاوضة لوحده قبل ما يستدعي الشاهد اللي بعده. وبناء على اللي حصل عرف النبي داود عليه السلام ان الشهود الاربعة كذابين، لانه لو فعلا ده حصل وشافوا الست دي بتمارس الزنا مع الكلب كان كلهم اتفقوا على لونه لانهم شافوا ده بعينيهم وما كانوش اختلفوا عليه ابدا. وهنا بيؤمر النبي داود عليه السلام برجم الاربع شهود الزور جزاء على فعلتهم الشنيعة واللي كانت بسببها هتموت امرأة مظلومة. اما الست نفسها فالنبي داود امر الحرس ان هم يرجعوها بيتها معززة مكرمة، ويكون ده اكبر رد اعتبار ليها قدام الناس علشان يعرفوا انها بريئة من التهمة الحقيرة اللي الشهود رموها بيها. وبكده اعزائي المشاهدين تكون خلصت حلقة النهاردة، ودي اسماء اول خمسة كملوا الحلقة اللي فاتت. ولو انت وصلت للجزء ده من الحلقة اكتب لي في التعليقات وصلت، ولو بتحب النوع ده من القصص يبقى تابعنا على قناة اليوتيوب علشان تتفرج على جميع القصص، هتلاقي حوالي 114 حلقة كده سلي نفسك فيهم. ومش هوصيك لايك شير حركاتك بقى، واستنونا الأسبوع الجاي في قصة جديدة وبرنامج قصة على الماشي. شكرا.